طيب كمان ميرفت بتقول: انا يا دكتور عندي كسل في الغده الدرقيه، الدكتور منعني من المسكنات وانا مش عارفه اخد اي مسكن، على طول عندي صداع والم في عظمي مش عارفه اعمل ايه. احنا كنا في حلقه اتكلمنا على المسكنات الطبيعيه، اتكلمنا على جنجر اقراص. جنجر ده عباره عن خلاصه الجنزبيل. الجنجر ده من افضل المسكنات الامنه اللي للناس اللي ممنوع ياخدوا مسكنات. فانا بنصحك بالجنجر اقراص 3 مرات يوميا مع الكبريت العضوي اللي هو ام اس ام امشي عليه مرتين في اليوم. ده حتى الاطباء دايما بيقولوا على الكبريت العضوي هو معجزه الشفاء، يعني حاجه من امن الحاجات اللي ممكن تاخديها. الجنجر والام اس ام امشي عليهم هيغنوكوا عن اي مسكنات خالص. والمفاجاه ان الام اس ام ده الشريط ب 6 جنيه بس، والجنجر ب 3 جنيه ولا 4 جنيه، حاجات ب 3 جنيه يعني بسيطه، يعني لو الشريط وشريط ب 10 جنيه يعني في المتناول، وفعالين جدا وزي الفل.